دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير يا ربي، وتشاهدوا هذا الفيديو تكونوا في صحه جيده ان شاء الله. معكم فاتحه من قناه افكار ام وجاد. نتمنى يا ربي هذه القناه تكون نال الاعجاب ديالكم، والناس اللي اول يلاه كيلتحقوا بالقناه ديالي مرحبا والف مرحبا بكم، ونتمنى نكون خفيفه الظل عليكم يا ربي. مهم بلا ما نطول عليكم، ندوزوا الوصفه ديالنا ديال اليوم. اليوم جيت نشارك معكم واحد التحليه اللي كتجي زوينه وسهله واقتصاديه في نفس الوقت. تحليه ديال الموز كتجي صراحه زوينه. كما كتشوفوا عندي هنا مقلات، وكنظن المقلات كاينه في اي بيت. هاد التحليه بدون فرن وبدون قالب. كما كتشوفوا معايا درت لها هنا البلاستيك الغذائي، ومقلات درت لها بلاستيك غذائي، وعندي هنايا الموز عندي ثلاثه ديال الحبات. كما كتشوفوا خليت السمك ديالهم غليظ على هذا الشكل. غادي نستفو في المقله وغنصبق لكم هذا الوجه. هذا هو اللي غيجي الفوق ديال التحليه ديالنا. غنمشي على هذا الشكل. كما كتشوفوا البنات على هذا الشكل حطينا الموز ديالنا بطريقه عشوائيه. غادي نخليو هاد المقله ديالنا على جنب، وغادي ندوزو نحضر معكم الكريمه. كما كتشوفوا عندي هنايا نص لتر ديال الحليب، غنضيف ليه واحد فاني الوزن 7.5 غرام. غادي نضيف ليه ملعقه كبيره من الكاكاو، ملعقه كبيره من الكاكاو، وغنضيف كذلك ملعقتين ونصف من مايزينا او النشا لهذا الشكل، ملعقتين ونصف، وغنضيف كذلك ثلاث ملاعق من السكر سنيدة او سكر الخشن، والحلاوة كتبقى على حسب الذوق ديال اي واحد. غنخلط المكونات ديالنا في الحليب بارد باش ما يتكونوناش تكتلات لهذا الشكل، عاد نوضعوه فوق النار. النار البنات كتكون على هذا الشكل. غنوضعوا الخليط نتاعنا من بعد ما حركناه على هذا الشكل، ونبقاو نحركوا الخليط نتاعنا باستمرار باش ما يلصقناش المايزينا، باش ما تلصقناش عفوا المايزينا ديالنا لتحت، وما يتكونوا لناش تكتلات من المايزينا. نحركوا باستمرار ما نحبسوش. هانتوما البنات كما كتشوفوا الخليط نتاعنا من بعد فاش كيبقى يدير لنا هاد الفقاعات، غنعرفوا بلي الخليط نتاعنا طاب. غنزيدوا ليه واحد 30 ثانية على هاد الشكل. غنزيدوا ليها دابا معلقه ديال الزبده، غنطفيو النار ديالنا. وعندي هنايا 10 قطع نتاع الشوكولاته الاسود بهذا الشكل، نضيفوهم وندوبوهم في الحراره ديال الخليط نتاعنا. من بعد البنات ما ذوبنا الشوكولاته نتاعنا والزبده في الحراره ديال الخليط، غادي نضيفوا ليه دابا صوص الشوكولا اللي سبق ليا وصوبت معكم على هذا الشكل. ها هي غنزيد ليه واحد 3 ديال المعالق حتى 4. صراحه هذا الصوص كتعطيه واحد اللوغو زوين، الا ما كانت متوفره يمكن لكم تستغناو عليها على هذا الشكل. ماشي بالضروري، ولكن الا كانت صراحه كتعطيه واحد لوغو زوين بزاف على هذا الشكل. ندمجوا العناصر ديالنا. غناخذوا دابا المقله اللي وجدنا فيها الموز على هذا الشكل البنات، ونقوموا دابا بالتفريغ ديال الخليط نتاعنا على هذا الشكل. ما حدو سخون باش ما يبقاش لينا في الكاسرونه على هذا الشكل. نغطيو الموز ديالنا كاع. غنستعمل السباتول. دابا غنقد نفرق الخليط نتاعي، نقد بالسباتول ديالي على هذا الشكل. نتمنى يا ربي تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش من لي جيم الكومونتير ديالكم فضلا وليس امرا،
وشكرا بزاف على التعليق ديالكم، كيزيدوا يحفزوني. هانتوما البنات على هذا الشكل. انا ناخذ دابا بسكوي ديالنا صابلي اولا اي نوع عندكم توفر، وغادي نحطو على هذا الشكل، غنثبتو على هذا الشكل، نحاولوا نضغطوا عليه شويه. لا هذا الشكل البنات صراحه كتجي زوينه. كما كتشوفوا كنضغط عليه باش فاش نقلبوه يجي ما يطيحش لينا على هذا الشكل. ها نتوما البنات على هذا الشكل كما كتشوفوا وزعت البسكوي ديالي بطريقه عشوائيه هو كذلك. غنغطيوها دابا بهذا السلوفان على هذا الشكل، وغندخلوها للثلاجه ديالنا لمده ساعه ونص حتى لساعتين، ونرجع لكم ان شاء الله. ها نتوما كما كتشوفوا من بعد ما خرجنا التحليه ديالنا من الثلاجه، من بعد ما دازت ساعتين ونص خليتها انايا حيت ما كنتش مزروبه عليها، غنحيدو دابا هذا البلاستيك الغذائي ديالنا على هذا الشكل. وغناخذ واحد الاناء اللي غنقلبوا فيها التحليه ديالنا لهذا الشكل. انا خديت هذا الاناء هذا غنقلبوا عليه على هذا الشكل كما كتشوفوا، بسم الله على بركه الله. ها انتما البنات كتجي على هذا الشكل. نحيدوا هذا البلاستيك الغذائي ديالنا، نكحزوها للوسط على هذا الشكل البنات كتجي. نحيدو هذا بكل سهولة. ها نتوما البنات جاتنا على هذا الشكل، صراحة نقول لكم جات زوينة بزاف، وكتجي فتية في الفم. نتمنى تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم يا ربي. خليكم ندير معكم واحد المورسو، نقطع لكم واحد المورسو تشوفوا كي كتجي من الداخل، كتجي على هذا الشكل الصراحة. هانتوما البنات شاركتها معكم كتجي على هذا الشكل، كيجي القوام ديالها كريمي على هذا الشكل، صراحة كتجي زوينة روعة روعة بسم الله. نتمنى تجربوها يا ربي وتنال الإعجاب ديالكم، والله زوينة بزاف. شكرا وإلى اللقاء فيديو آخر إن شاء الله، وما تنسونيش من جيم وكومنتير وأبوني، وإلى اللقاء فيديو آخر إن شاء الله.